بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا. ان شاء الله هنبدا مع بعض فيديو جديد من فيديوهات الساينس فوكابلري الخاصه بجريد 4. وكنا كلمنا قبل كده على ليسون 1 وخلصناه. النهارده هنتكلم مع بعض عن ليسون 2. ليسون 2 بيتكلم عن ماتر ستيتس اند اتس تشينجز. وفي الفيديوهات دي احنا بنتكلم مع بعض بس عن الكلمات، يعني احنا اللي يهمنا ان احنا نتكلم فقط عن الفوكابلري وان الكلمات بس الخاصة بالمناهج، والشرح نفسه هيكون في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. طيب في الفيديو ده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن مجموع الكلمات في ليسن 2، والكلمات دي كلها كلمات مهمة، في منها اللي احنا نعرفه قبل كده وفي منها اللي اول مرة نعرفه. ماشي، يعني مثلا نبدأ بأول كلمة سوليد ستيت. احنا سوليد ستيت احنا خدناها قبل كده، خدنا كلمة سوليد، سوليد يعني صلب. ماشي، وعرفنا ان كلمة سوليد يعني الحاجات الصلبة اللي تقدر تمسكها بإيديك. وستيت بس احنا بنضيف عليها كلمة ستيت هنا يعني حالة، حالتها. هفهمك بقى القصة دي. نفترض انت معاك شوكولاتة، فالشوكولاتة دي بتبقى سوليد، ولو انا حطيتها على النار هتبتدي تسيح، صح ولا لا؟ تتحول الشوكولاته اللي كانت سوليد دي اللي هي كانت صلبه دي وانا ماسكها في ايديا للشوكولاته سايحه اللي هي ليكويد. يبقى انا عندي هنا سوليد عكسها ليكويد. سول يعني مثلا حته تلجايه، تلجايه يعني ايس، الايس دي سوليد، الايس دي كده بتبقى صلبه. لما ابتدي اسيحها تتحول ليكويد. تتحول لايه؟ لليكويد. يبقى في فرق بين سوليد وليكويد، خلاص؟ طيب الحاله السوليد بنسميها سوليد ستيت، الحالة اللي هي الصلبة بنسميها سوليد ستيت. ماشي، طيب يبقى سوليد ستيت يعني الحالة الصلبة. ميتال كيوب، مكعب من الميتال، وكلمة ميتال خدناها قبل كده يعني المعادن، زي الايرون، زي اللي هو الحديد، يعني زي الكابر اللي هو النحاس، زي الحاجات دي، وهنعرفها لسه في الليسن 3 هنعرف الكلام ده بالتفصيل. ميتال كيوب يعني مكعب ميتال. ليكويد ستيت الحالة الليكويد، واللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. جلاس ماربل، الكلمة دي خدناها قبل كده، جلاس ماربل يعني بلية زجاج، البلية الزجاج ده اسمه جلاس ماربل. جازيوس ستيت الدخان، طب الدخان ده صلب ولا سائل؟ سوليد ولا ليكويد؟ لا، ولا صلب ولا سائل، ولا سوليد ولا ليكويد، ده حاجة تانية اسمها جاز، بنقولها جازيوس. يعني كلمة جازيوس ممكن نختصرها ونقول جاز. جازيوس ستيت، جازيوس ستيت. الجازيوس ستيت زي بخار الميه، يعني انت لو جبت الميه، الميه اللي في الكوبايه دي ليكويد، صح ولا لا؟ لو حطيناها على النار وسيبناها تغلي هتتبخر، هتبقى جازيوس ستيت. هتبقى جازيوس ايه؟ هتبقى جازيوس ستيت. طيب ديفينيت، ديفينيت يعني محدد، شكل محدد، زي ما احنا شرحناه قبل كده في اللسن اللي فات، وقلنا ان المكعب اللي شكله عامل كده ده محدد، عكس ان انا ارسم لك شكل ملعبك كده واقوم قايل لك ايه ده كده ايه، تقوم قايل ده اندفنت، عكس ديفينيت اندفنت. زي ريجولر وايرريجولر، ريجولر يعني محدد، الريجولر يعني غير محدد، ديفينيت يعني برضو محدد يعني واضح، معنى تاني الريجولر واضح ومحدد. المكعب ده مثلا، المكعب اللي انت شايفه ده، المكعب ده بيبقى ريجولر وديفينيت في نفس الوقت، وهنعرف الكلام ده بعدين. definite، definite من اهم الكلمات اللي انت لازم تحفظها، كلمه definite من اهم الكلمات اللي لازم تحفظها، كلمه definite في السبيلنج بتاعها definite، خلاص. طيب previous، previous يعني اللي قبل، كلمه مهمه برضو previous، يعني مثلا اللولو الصغنن ده، ده ايه ده؟ هو هنا ده كده قبل ده، ماشي، وده قبل ده، خلاص يبقى قبلي اللي وراه، اللي قبليه previous. conclude يعني يستنتج، انت بتعمل تجربة والتجربة دي ليها نتائج، فانت وصلت النتائج فبتعمل ايه؟ conclusion، نتيجة للتجربة اللي انت عملتها. exist، exist يعني يوجد او توجد او موجود، يعني مثلا الحلة دي مثلا فيها ايه؟ فيها فيل، صح؟ ينفع يكون الحلة دي جواها فيل؟ elephant يعني؟ مينفعش يكون جواها ايه ممكن الحلة دي؟ طيب انا هسيب لكم ده سؤال الحلقه النهارده، في كل فيديو فيه سؤال، السؤال النهارده الحاله دي جواها ايه؟ كل واحد يتوقع
الحالة دي جواها ايه؟ ماشي؟ exist exist ماشي؟ what is the thing ايه الحاجة which exists in this bottle أو pot ماشي؟ bottle يعني ازازة، pot يعني إناء. ايه الحاجة اللي موجودة جوا هنا؟ exist. كل واحد يتوقع محشي شوكولاتة. طيب أنا هختار الإجابة الصح بقى. طيب نقول تاني الكلمات دي previous conclude exist، كل واحدة لازم تعرف نطقها وتعرف تتكتب ازاي. melting 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 ان الحاجة تسيح، يعني مثلا انت معاك مكعب تلج، فمكعب التلج ده مش هيفضل تلج طول عمره، لو انت خرجته من التلاجة وسبته شوية هتلاقيه بدأ يحصل له melting، بدأ يسيح. عملية الانصهار دي نفسها، عملية ان هو يسيح دي نفسها، دي اسمها ميلتنج، اسمها ميلتنج. طيب عكس الميلتنج فريزنج، يعني مثلا انا معايا كوبايه ميه ورحت حطيتها في التلاجة في الفريزر، فلما انا حطيتها في الفريزر حصل لها فريز، فحصل لها فريزنج تجمد، يبقى ميلتنج عكسها فريزنج. ميلتنج يعني يسيح او ينصهر، فريزنج يعني يتجمد. increasing 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 يعني يزيد، increasing يعني يزيد. انت مثلا واحد لا قدر الله عيان فدرجة حرارته عمالة تزيد، فتزيد دي يعني increasing. او انت مثلا لما بتطبخ حاجة، او انت لما بتطبخي حاجة بتزود النار عليها، بتزود النار يعني increase، بتزود الحاجة يعني increase. طيب المايه لما انت بتقعد تبخرها كتير جامد، لما تفضل تسخن 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 تسخن، بيحصل لها evaporate evaporation، عملية التبخير اسمها evaporation. انت لو بصيت هتلاقي ان الايه، ان بخار المايه بيطلع لفوق، فالبخار ده اللي طالع لفوق ده، دي عملية اسمها التبخير، ان تتبخر المايه اسمها evaporation evaporation، ان المايه تتبخر اسمها evaporation. طيب ال evaporation ده معناها ان انا بسخن المية، صح ولا لا؟ كلمة بقى تسخين يعني ايه؟ heating، تسخين يعني heating، انك بتسخن الحاجة نفسها heating. فاكرين كلمة increase اللي احنا قلناها؟ كلمة increase اللي احنا قلناها increase دي عكس كلمة increase decrease، يبقى انكريس لفوق، ديكريس ممكن نرسمها بسهم لتحت، يبقى ديكريس يعني يقل، ديكريس يعني ايه؟ يقل. انت لما بتقلل النار او بتقلل درجة الحرارة انت كده بتعمل ديكريس، بتقلل، يبقى ديكريس. طيب واخدين بالكم لو انا عندي كوباية مية ساقعة، كوباية مية ساقعة، وكوباية المية الساقعة دي انا سبتها على الايه، على الترابيزه، بتلاقي ان اتكون على كوبايه الميه الساقعه دي نقط ميه، نقط ميه كده على الايه. هل الكوبايه مخرومه؟ لا طبعا الكوبايه مش مخرومه، دي كوبايه ازاز. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان لان درجه حراره الميه دي ساقعه قوي، فجمعت الميه اللي حواليها، بخار الميه اللي حواليها، جمعت الفيبر، الفيبر اللي حواليه، وهنفهم الكلام ده في الدرس لسه، هشرحه لكم بالتفصيل في الفيديو الخاص بالشرح، كل الحاجات دي هنشرحها لسه بالتفصيل. فلما بتتجمع المية دي على الإزازة أو على الكوباية بنسمي الحكاية دي condensation. نقول تاني اسمها ايه؟ condensation 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 condensation، يبقى بنسميها ايه؟ كوندنسيشن، التجفيف. تجفيف يعني ان الميه تتجمع او تتكثف على حاجه معينه، كوندنسيشن اسمها ايه؟ كوندنسيشن كوندنسيشن. ماشي يا شباب؟ طيب كلمه مهمه على فكره، كوندنسيشن وايفابوريشن، الكلمات دي مهمه جدا 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 جدا. طيب طبعا الكوندنسيشن مش هيحصل الا لو في كولينج، صح ولا لا؟ تبريد، ان الحاجه لازم تكون بارده. فكلمه كولينج عكس هيتنج، كولينج عكس ايه؟ هيتنج، كولينج تبريد.
ordinary temperature. يعني مثلا كلمة ordinary temperature, ordinary temperature، هنطقها لكم تاني اهو، ordinary temperature. ايه ordinary temperature دي؟ يعني ايه ordinary temperature؟ انت مثلا قاعد في درجة حرارة الأوضة، ولا مشغل تكييف ماشي، ولا مشغل دفاية، انت الأوضة دخلت فتحت النور وقعدت، درجة الحرارة دي هي درجة حرارة الأوضة أو درجة الحرارة العادية اللي انت ولا مشغل تكييف ولا مشغل دفاية ولا زيادة ولا أقل، ولا مخليها باردة ولا مخليها سخنة، الدرجة العادية خالص، درجة حرارة درجة الحرارة العادية. لأن انت عارف ان في حاجة اسمها كولينج وحاجة اسمها هيتنج، في حاجة اسمها تبريد وحاجة اسمها تسخين، ولا انت بتبرد ولا انت بتسخن، يبقى ولا بتعمل كولينج ولا بتعمل هيتنج، ده اسمه ordinary temperature. الحاجة دي اسمها ordinary ايه؟ ordinary temperature. طيب leave، leave يعني يترك او اترك، process يعني عملية، process يعني عملية، process يعني عملية، عملية زرع مثلا، عملية ان اسقي الحاجة، العملية نفسها، الحكاية نفسها. outside، outside يعني بره، لما تخرج مثلا من البيت وتقعد بره ده اسمه outside، عكسها inside. out in، out يعني بره، outside يعني بره، inside يعني جوه. boil، boil يعني يغلي، لما بتغلي الحاجة انت كده بتعملها boiling، ده كده boil. refrigerator، refrigerator يعني الثلاجة، refrigerator، 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 قول ورايا refrigerator. فاكرين كلمة exist؟ لما قلنا البوت دي جواها ايه؟ اكتبولي في التعليقات محدش ينسى، البوت جواها ايه؟ ترى جواها فيل ولا جواها ديناصور ولا جواها ايه؟ ما هنشوف، احسن توقع هديله جايزة. بوت، بوت يعني اناء. presence، presence يعني وجود، موجود، شخص موجود. مثلا لما انا اقول لك البوت دي جواها ايه، انا قصدي ايه البريزنت، ايه اللي بريزنت جواها، ايه اللي موجود جواها. كلمة موجود او وجود نفسه يعني بريزنس، وجود الحاجة نفسها اسمها بريزنس. اوتر سيرفيس، فاكرين لما كنا بنتكلم عن الكوندنسيشن وقلنا ان من بره الاناء، من بره الحاجة فيه بيكون نقط، والنقط دي بره، فالنقط اللي بره دي الووتر دروبس اللي بره دي ماشي، الووتر دروبس اللي بره دي موجودة على السطح الخارجي صح ولا لا؟ موجودة من بره على الكوباية من بره. فكلمة على الكوباية من بره دي على السطح الخارجي اللي هي الأوتر سيرفس، اللي هو السيرفس من بره يعني، فكلمة أوتر سيرفس يعني من بره أو خارجي. كلمة أوتر سيرفس يعني إيه؟ خارجي. طيب لما بتظهر النقط، أنت مثلا معاك كوباية لسه مخرجها من الفريزر، لسه معلهاش أي مية من بره، تبتدي النقط المية دي تظهر صح ولا لا؟ تبتدي نقط المية تظهر وتظهر وتظهر. لما تبتدي تظهر دي اسمها appearance، ظهور، appearance. يعني مثلا في واحد جاي من بعيد وانت مش شايفه كويس، ومش مش عارف مين اللي جاي ده، كل ما يقرب يقرب يبتدي يظهر اكتر، يبتدي يبقى باين اكتر، فالكلمة دي اسمها appearance، appearance يعني ظهور. droplets، droplets يعني نقط، النقط اللي ظاهرة دي، نقط المية اللي ظاهرة دي اسمها droplets. النقط دي اسمها ايه؟ النقط دي، دي نقط مية صح ولا لا؟ النقط دي اسمها droplets، اسمها ايه؟ droplets. غطا يعني cover، 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 الغطيان دي، الغطا بتاع الحلة ده او الغطا بتاع الحاجة ده اسمها ايه؟ اسمه cover، cover، cover يعني غطا. ديو، ديو الندى، في حد هنا اسمه ندى؟ يا ريت لو حد بيتفرج عليه اسمه ندى يكتب لي برضو ان هو اسمه ندى. ندى بالانجلش يعني ديو، ديو يعني ندى ماشي. ليفز، ليفز يعني اوراق، ليفز يعني اوراق، اوراق الشجر، ورق الشجر ده اسمه ليفز. cooking boots، cooking boots، cooking boots يعني أدوات الطبخ أو الطهي.
ادوات الطهي تطبخ الحاجه اللي بتطبخ فيها اسمها كوكينج بوتس. early morning. early morning يعني الصباح، الصبح يعني، ماشي. ال early morning يعني الصبح. freezer، freezer، freezer يعني يعمل فريز أو يجمد يعني. breaking، breaking، breaking يعني يكسر. breaking يكسر. avoid، avoid يعني يتجنب، تتجنب الحاجة إنك تبعد عنها يعني. avoid. opposite، opposite يعني العكس. انا مثلا انت ماشي في الاتجاه ده، قمت انا ماشي في الاتجاه ده عكسه، فكلمة عكسه دي يعني opposite. opposite. exposing او سوري exploding. exploding يعني الانفجار. exploding يعني ينفجر الحاجة لما تكون بوم بوم، دي يعني exploding، وده هنعرفه لما ندخل في الدرس ونعرف هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ازاي. تعالوا نرجع تاني للشرح بتاعنا او لمجموعة الكلمات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. طبعا كده انا خلاص خلصت كلمات listen number 2، هقولها لكم بسرعة تاني او هفكركم بيها تاني. تعالوا نرجع لأول صفحة خالص احنا اتكلمنا عنها. نرجع نرجع اهو، احنا قلنا الدرس ده listen to matter states and its changes. solid state، هنقرا الكلمات بسرعة بقى. solid state، metal cube، liquid state، glass marble، gaseous state، definite، previous، conclude، exist، melting، freezing، increasing، evaporation، heating، decrease، condensation، cooling، ordinary temperature، leave، process، outside، boil، refrigerator، put، presence، outer surface، appearance، droplets، cover، dew، leaves، cooking pots، early morning، freezing، breaking، avoid، opposite، exploding. دي الكلمات الخاصة بـ listen 2. إن شاء الله هنشرح مع بعض listen 2 في الفيديوهات اللي جاية، هنشرحه بالتفصيل. بتمنى إن أنتوا تكتبوا لي إجابة سؤال الحلقة البسيط يعني، عاوزكم بس تكتبوا لي في التعليقات ان انتوا فاهمين ولا لا، ونكمل مع بعض. عاوز اعرف مين اللي بيتفرج على الفيديو، وتعرفوني بنفسكم وتعرفوني ان انتوا موجودين. باي حاجه انت حابب اكتب اي تعليق انت عاوزه، اتمنى ما تنساش تعمل لايك، وبتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.